السلام عليكم. النهاردة هنعمل الغريبة بمكونات بسيطة جدا بس بأسرار في عمايلها تخليها مظبوطة جدا. الغريبة تعتبر من الوصفات اللي ممكن نقول عليها السهلة الممتنعة. النهاردة هقول لكم على كل تفاصيلها اللي تخليها مظبوطة جدا حتى لو أول مرة تعمليها، وكمان اللي تخليها طرية وكمان بتدوب ومش ناشفة خالص. أتمنى الفيديو يعجبكم وتعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الوصفات الجديدة. أول حاجة هنقول المقادير. المقادير لكل كيلو دقيق، ده كيلو دقيق منخول هنستخدم ليه نص كيلو من السمن وربع كيلو من السكر البودرة، يعني واحد نص ربع. وفي إضافة أخيرة اللي بتخلي الغريبة مميزة جدا وكمان طعمها جميل جدا وكمان متماسكة، وهي إضافة 4 معالق كبار ممسوحين من الحليب البودر، أي حليب بودر سواء نيدو أو أي نوع. هنضيف الحليب البودر على الدقيق 4 معالق زي ما قلتلكو، يعني لكل ربع كيلو معلقة من الحليب البودر، وهنقلب الحليب البودر مع الدقيق وهنركنه على جنب. عاوزة أقول لكم إن السمنة اللي أنا استخدمتها نصها سمن نباتي ونصها سمنة بلدي، بس لازم نستخدم السمنة، ما ينفعش خالص نستخدم الزبدة. دلوقتي معانا السمنة. السمنة دي أنا دخلتها التلاجة لمدة 3 ساعة، ولو مستعجلة دخليها الفريزر 10 دقايق. بعد كده هنضيف على السمنة السكر البودرة. السكر البودرة ده أنا شارياه جاهز. يفضل وانت بتعملي الغريبة ان تشتري السكر جاهز من برة، أفضل بكتير من انك تطحنيه في البيت. وهنقلب السكر البودرة مع السمنة شوية بمعلقة قبل ما نضربه بمضرب البيض الكهربائي، وممكن كمان نستخدم المضرب اليدوي. وكمان لو عندنا كبة ممكن نقلبهم في الكبة أو نخلطهم بالكبة كويس جدا، يعني في كذا طريقة لتقلبهم مع بعض، أهم حاجة يكونوا شبه الكريمة. هنفضل نخفق فيهم أو نضرب فيهم لحد ما يكونوا هشين جدا وفلافي بالشكل ده، زي كريمة الحلويات بالظبط. بعد كده هنضيف عليهم الدقيق. الدقيق مش هنضيفه مرة واحدة، هنضيفه على 3 مراحل، يعني هنضيف 1/3 كمية الدقيق أو حوالي 1/3 كمية الدقيق ونقلبهم بالمعلقة شوية، بعد كده نضيف باقي الكمية. وكمان وانت بتقلبي هاتي من تحت عشان السمنة ما تفضلش تحت والدقيق يكون فوق ويختلطوا كويس مع بعض. بتقلبي الدقيق يدوب بس جزء من الدقيق ينزل تحت وجزء من السمنة يطلع فوق. بعد كده بنحط الجزء التاني من الدقيق وبنقلب بنفس الطريقة لحد ما كل كمية الدقيق تخلص. وممكن كمان تقلبي الدقيق بإيديكي. عاوزة أقول لكم على نوع الدقيق اللي أنا استخدمته. الدقيق اسمه حبوبة، أنا استخدمته كمان السنة اللي فاتت ومعجنات العيد طلعت جميلة جدا بيه. وفي أنواع تانية حلوة كتير، بس اللي أنا جربتها حبوبة والضحى ووايت فلور، وكمان جربت الدقيق السايب اللي بيكون في الأفران. بس لازم بتاع الفرن يديكي من الدقيق أو من نفس الدقيق اللي بيستخدمه في المعجنات دي، يعني مش أي دقيق عنده. كده خلاص أنا حطيت كيلو الدقيق كله وقلبته شوية صغيرة بالمعلقة، بعد كده هشيل المعلقة وأكمل عجن بالمضرب. وممكن كمان تستخدمي العجانة، احنا طبعا ما بنقلبوش كتير، يدوب بس الدقيق يتقلب شوية مع السمنة والسكر. والخطوة دي ممكن تعمليها بإيديكي، بتعجني بإيديكي عادي خالص، يدوب بس المكونات تمتزج مع بعضها. بنجيب كده من فوق لتحت عشان الدقيق ينزل لتحت ويختلطوا مع بعض كويس. وعاوزة اقولك ان مش اي عجين بتعجن بالمضرب الكهربائي، لان العجين بيكون تقيل على المضرب وممكن يحرقه ويبوظه،
بس عجينة الغريبة تعتبر عجينة خفيفة جدا، فما تخافيش، فمش هتعمل حاجة خالص في المضرب ولا هتبوظه منك. انا كده خلصت، يا دوب بس دي اختلط مع السمنة والسكر، ما تعجنيش فيه كتير عشان ما يبوظش. هوريك ازاي تعرفي اذا كانت العجينة مظبوطة. هناخد جزء من العجينة كده ونعملها زي كورة بايدينا، بعد كده هنضغط عليها بصبعنا، لو العجينة مشققتش زي كده تكون كده العجينة ناجحة 100%. لو شققت ضفلها معلقة كبيرة من السمنة وعجنيها تاني. بس زي ما قلتلكو بالمقادير اللي انا عملتها عمرها ما هتشقق ولا تبوظ منك ابدا. دلوقتي هنغطي العجينة وندخلها التلاجة لمدة 3 ساعة او الفريزر لمدة 10 دقايق. بعد كده هنجيب صاج الفرن، ودي المكسرات او الحاجات اللي هزين بيها الغريبة، والحاجات دي اختيارية جدا، ممكن فول سوداني، ممكن زبيب، ممكن اي مكسرات عندك في البيت، وكمان ممكن فواكه مجففة زي دي. التزيين بيكون حسب الاختيار وكمان حسب الذوق. دلوقتي هنشكل العجينة، هناخد قطعة من العجين بالشكل ده ونعملها زي كورة بايدينا، بعد كده نحطها في الصاج ونحاول ان كل قطعة الغريبة تكون نفس المقاس، ولو عندنا ميزان في البيت ممكن توزنوه كل قطعة عليه. القطعة بتكون حوالي من 15 لـ20 جرام، بس الافضل تعملوها بالتقريب عشان تشكيل الغريبة ما ياخدش وقت كبير مننا. وما تخافوش كلها هتستوي وهتكون سواها زي بعضه. دلوقتي هنحط عليها المكسرات، ده فول سوداني، هنجيب بوزة الفول السوداني او المكسرات ونغرزها كده في قطعة الغريبة بالشكل ده. لازم تغرزوها من البوز وتدخلوها لجوه عشان الغريبة ما تستوي، المكسرات ما تخرجش او تقع منها. وكملوا باقي المكسرات وكمان الزبيب بنفس الطريقة. وكمان ممكن الغريبة تتعمل كده بدون اي تزيين خالص او بدون اي مكسرات خالص، بتكون برضو حلوة جدا. دلوقتي هنزينها بالفواكه المجففة في طريقتين، ممكن نحط في كل قطعة من الغريبة قطعة واحدة بس من الفواكه المجففة زي كده، بنحطها عليها وندخلها لجوه كده بالشكل ده. وكمان ممكن نزينها بأربع قطع أو 5 قطع من الفواكه المجففة دي، بس ندخلها اللي جوه في قطعة الغريبة عشان ما تستوي ما تقعش منها، بيكون برضو شكلها حلو جدا وكمان طعمها جميل جدا. بعد كده بندخلها الفرن، الغريبة بنسخن ليها الفرن قبل ما ندخلها الفرن بربع ساعة، بتدخل على درجة حرارة 150، بتقعد من 12 دقيقة لـ15 دقيقة بالظبط مش اكتر. وطبعا قبل ما تخرجوها من الفرن بترفعوها كده بالسكينة او بمعلقة تشوفوا اذا كانت استوت ولا لا. لو وصلت للون ده، للون الذهبي الفاتح جدا ده، بتكون كده استوت. بتخرجوها من الفرن على طول وتسيبوها تبرد خالص قبل ما تشيلوها من الصاج. كلها اخدت سوا واحد، وكمان ما زادتش خالص في حجمها ولا فرشت ولا شكلها اتغير، وكمان التزيين بتاعها ما وقعش منها خالص.
ان شاء الله القريبة تكون عجبتكم، وان شاء الله تنجح معاكم، وبالذات لو عملتوها بنفس المقادير والخطوات وخليتوا بالكم من كذا حاجة قلتها في الفيديو، وبالذات درجة السوى وكمان مدته، وبالذات ان الغريبة تعتبر من اسهل حلويات العيد اللي ممكن نعملها. وان شاء الله نكمل باقي حلويات العيد مع بعض، واتمنى تعجبكم وتجربوها، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو، وما تعملوها ان شاء الله تكتبوا لي في التعليقات اذا كانت عجبتكم واذا كانت نجحت معاكم ولا لا. وبالهنا والشفا مقدما، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.